اسمحوا لي في البداية أن أهنئكم السيد الرئيس على توليكم مسؤولية رئاسة مؤتمر نزع السلاح خلال هذه المرحلة الدقيقة من الدورة الجديدة للمؤتمر، وأود التأكيد في هذا الصدد على دعم حكومة بلادي المستمر لأعمال المؤتمر وجهوده البناءة الساعية لاعتماد برنامج عمل شامل ومتوازن لمؤتمر نزع السلاح. كما أود أن أعرب عن تقدير بلادي لجهود السيدة تانتيانا فولوبيا مديرة عام مكتب الأمم المتحدة في جنيف وسكرتير عام مؤتمر نزع السلاح، ونتطلع لنجاح دورة 2020 في استعادة الدور الفعال للمؤتمر واطلاعه بدوره الذي طالما كان محوريا في التفاوض على المعاهدات والاتفاقيات الدولية في مجال نزع السلاح. السيد الرئيس، إن ما يعانيه مؤتمر نزع السلاح من حالة الجمود التي امتدت لأكثر من عقدين من الزمن يحتم علينا جميعا مراجعة أسباب تعثر المؤتمر ودراستها بتأني وإبداء حسن النوايا وتجنب المواقف الأحادية التي تقوض من فرص تحقيق الأمن الجماعي، وأن تظهر كافة الدول المرونة اللازمة والإرادة السياسية المطلوبة لإعادة إطلاق المؤتمر وتفعيل دوره، وذلك لتدارك الأمر وتغيير الوضع القائم ليتمكن المؤتمر من القيام بمسؤولياته في تعزيز الأمن الدولي واستعادة دوره التقليدي لكونه المحفل التفاوضي الوحيد المتعدد الأطراف في مجال نزع السلاح، حيث لم يتمكن المؤتمر خلال هذه الفترة الطويلة ورغم الجهود الحثيثة التي تم بذلها من اعتماد برنامج عمل يتيح للمؤتمر القيام بالدور المنوط به، وهو أمر خطير ويهدد آليات العمل المتعددة الأطراف المعتمدة دوليا في مجال نزع السلاح. السيد الرئيس، يأتي تأكيد المملكة على أهمية ترسيخ ودعم كافة آليات الأمم المتحدة المتعددة الأطراف ومن ضمنها مؤتمر نزع السلاح امتدادا لسياسة حكومة بلادي الثابتة والهادفة إلى تعزيز التعاون لحظر جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها وإسهامها في جهود جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من جميع هذه الأسلحة، وهو الهدف الذي تأمل المملكة بدعم المجتمع الدولي له بصفته حقا مشروعا لشعوب المنطقة ودعامة رئيسية لتعزيز الأمن والسلم على المستويين الإقليمي والدولي، حيث نؤكد في هذا الصدد على ضرورة تمسك جميع الدول بالتزامات معاهدة عدم الانتشار النووي وحظر كافة أسلحة الدمار الشامل. وكما راقب المجتمع الدولي مؤخرا فإن النزاعات في الشرق الأوسط أخذت منحا تصعيديا يهدد بشكل لافت السلم والأمن الدوليين، ويحتم على المجتمع الدولي اتخاذ التدابير اللازمة لنزع فتيل التوترات القائمة، حيث جرى استخدام أسلحة تعادل أضرارها ما ينتج عن أي سلاح آخر وتؤدي إلى أضرار إنسانية وبيئية واقتصادية كارثية على النطاق الإقليمي والدولي. السيد الرئيس، وفي هذا السياق، وكما راقب المجتمع الدولي بصمت الهجمات الإرهابية التي استهدفت منشآت المملكة النفطية في بقيق وخريص خلال شهر سبتمبر الماضي من خلال استعمال الطائرات المسيرة طائرات الدرونز، والتي تشير بشكل جلي إلى تورط إيران في هذه العمليات الشنيعة والإرهابية، والمملكة في هذا الصدد تدين بأشد العبارات هذا الهجوم الجبان، وستتخذ حكومة بلادي كافة الإجراءات اللازمة بما يتوافق مع القوانين والأعراف الدولية ذات الصلة. لقد دأبت إيران على تبني كل ما يهدد أمن المنطقة، لا سيما فيما يتعلق في إيصال الصواريخ البالستية وتقنياتها وتكنولوجيا درونز إلى الجماعات الإرهابية مثل حزب الله في لبنان وميليشيا الحوثي الإنقلابية في اليمن، كما يمثل تخلي إيران عن التزاماتها المتعلقة بالاتفاق النووي من خلال إعلانها استئناف تخصيب اليورانيوم وتطوير أجهزة الطرد المركزي وإنتاج الماء الثقيل بكميات تتجاوز المتفق عليه، يمثل تهديدا واضحا للاستقرار والأمن في المنطقة، وهو الأمر الذي سبق وأن حذرت منه المملكة بعد توقيع الاتفاق النووي، إذ حذرت حكومة بلادي من عدم وجود مصداقية لدى النظام الإيراني للتخلي عن طموحاته النووية. السيد الرئيس، أولت المملكة العربية السعودية اهتماما كبيرا لمسألة الانضمام للاتفاقيات والمعاهدات التي تسعى لحفظ الأمن والسلم الدوليين
بالإضافة إلى التزامها التام بتنفيذ جميع القرارات الصادرة من مجلس الأمن المتعلقة بمسائل نزع السلاح، فالمملكة من أولى الدول التي انضمت للمعاهدات الدولية المتصلة بحظر أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها والاتفاقيات المعنية بتقنين المواد الخطرة وسبل التعامل معها وتعزيز التعاون والتنسيق لحماية المدنيين من مخاطرها. وتحث المملكة بدورها كل محب للسلام على أخذ زمام المبادرة والانضمام إلى الاتفاقيات ومشاركة المجتمع الدولي ليكون مجتمعاً خالياً من أسلحة الدمار الشامل. وشكراً السيد الرئيس. أشكر سعادة سفير المملكة العربية السعودية على هذه المداخلة وعلى الكلمات الطيبة الموجهة لبلدي.